وقت ما صار الحرب وقبل ما صار الحرب يعني قبل ما صار الحرب احنا في معانا يعني من يعني ستروا كل الجبال ستروا كل المناطق لا في رعي لغنمنا لا في معيشه لنا يعني حتى نروح يعني نطلع عطوباس في 100 مرار وهذا حبيبتي يعني من اول حياتنا احنا اول حياتنا بدايه حياتنا يعني بالعذاب اول حياتنا ابننا الكبير ضل دايرين وراه في السجن قعد مدي وطلع ورد راح سووا له محاكم وراح وربنا اخذ بدعته عمره 21 سنه أنا قبل 7 أكتوبر يعني بكون إذا يكون المستوطنين في علينا اعتداءات بالنسبة للجبال وبالنسبة للسراحة مع الغنم أما بعد 7 أكتوبر صارت المضايقات علينا على بيوتنا كل يوم يتهجموا علينا على البيوت كل ساعة يعني 24 ساعة هم يجوا علينا على البيوت يعني وصلت معاه أنه يقعد يعمل كهوة يعمل شاي عندنا باب البيوت المستوطن يستفزنا أنه بيطرنا من العرش يقول هاي الأرض للمستوطنين مش إلكم أنتم مالكم مش يشون روحوا على طوباس أنتم المستوطنين هم الجيش وهم الشرطة وهم هم كل شيء هم أيام بيشوفوا زي مدني أيام زي عسكري وممنوع ممنوع عندهم غنم بتيجي بتسرح في مزارعنا وفيش حدا بيقدر يمنحهم ومش رادين على حدا ولا رادين على شرطة ولا رادين على جيش ولا رادين على أي حدا وهذا عن السركات اللي سرقوا لنا إياهم